بلدي سوريا الحمد لله بفضل من الله بتشتهر بكتير شغلات. حاليا خاطر ببالي انه نحن بنشتهر بالصناعات الحرفيه اليدويه، يعني نحن بنصدر كتير. انا بعرف انه مثل صناعه الفخار اليدوي، كمان ممكن الصوف، نحن عندنا كتير نسوان من الجنس النسوي بيعملوا تصميمات متميزين جدا. نحن بانه اول شيء انه دمشق هي اقدم عاصمه بالتاريخ، اقدم عاصمه مأهوله. نحن تونس عندنا موروث ثقافي كبير برشا، عندنا مخزون ثقافي كبير برشا، حاجات تتميز بها تونس. احكي لك على مثلا على مستوى الاكلات، عندنا زيت زيتون، عندنا الكس. الجانب الثقافي الاكثر تميز في مصر ان احنا عندنا حضارات كثيره، يعني عندنا الحضارة المصرية القديمة والحضارة الرومانية والحضارة الإسلامية والمعمار، المعمار الأثري اللي عندنا في مصر في كل حتة، ده جانب مميز جدا بيميز مصر عن أي دولة في المنطقة. وغير كده احنا عندنا كمان أكلات شعبية وحاجات يعني أي حد بينبهر بيها لما بيجي بيشوف الطريقة اللي بناكل بيها، زي الأكل الفيجيتيريان مثلا. ده احنا بناكل زي الطعمية، ده أكل فيجيتيريان احنا بالنسبة لنا، والكشري والحاجات دي كل حتى الأكلات ال The distinct cultural aspects of Egypt. Well, I mean, Egypt is one of the largest or the oldest civilizations in the world. This is something we're very proud of. And so is China, by the way. China also has one of the oldest civilizations in the world. So there is, you know, a big, big history in these two countries that we're very proud of. And I think this is something we share. We know TikTok is very important. And it's a Chinese product. الثقافة الصينية إنه فيها اختراعات جدا متطورة. فيها عدد سكاني كبير بالنسبة لبلدان تانية غيرها. فيها ذكاء اصطناعي وصل لأنه مطاعم الصين فيها روبوتات بتشتغل. وطبعا نحكي عن رياضات، يعني الصين اليوم دولة معروفة بالفنون القتالية، وهذا شيء كله بيعرفه يعني. والله نعرف ده الصين دولة نامية، دولة اقتصادية كبيرة برشا، دولة فيها برشا سكان، دولة اقتصاد ضارب، اقتصاد عالمي قوي برشا. نعرفوا اللي مصنعة تقريبا كل بشنا اللي نستهلكوه وحياتنا اليومية ولت أصبحت مع الصين، معناها ولينا نسمع كلمة الصين برشا متداول برشا، خاطر دخلت في كل شيء الصين، دخلت في كل المجالات واستثمرت في كل المجالات. بحب إنه يصير في عنا أجهزة إلكترونية وأدوات إلكترونية كتير حلوة ومتحضرة مثل اللي عند الصين. والله بالنسبة للمستوى الثقافي بالنسبة لي أنا، ماذا بيا يكونوا يستثمروا في الثقافة البدوية، في الثقافة الأثرية، في الثقافة متاع حاجة اللي تبقى اللي تمثل البلاد بالرسمي، واللي تعاود ترجع أمجاد بلاد كيما تونس وحضارتها، وكيما هما كصينيين وحضارتها، مهم جدا. التبادل الثقافي الأمل إن هي يكون ما بين مصر والصين، إن إحنا عندنا ثقافة مختلفة جداً عن الثقافة الصينية في كل المجالات، يعني في الرقص، في الغنى، في المزيكا، في نوعية الأفلام اللي بنقدمها ونوعية الأفلام اللي بيقدموها. فلو حصل ميرجم أو يعني تركيبة ما بين النوعية دي من الفن والنوعية دي من الفن، أكيد هيبقى في إضافة كبيرة جداً هنحققها إن شاء الله.